وصل للدورة الـ11 ومدة يعني 10 سنين بدايات مع استمرارية مع مستوى بيوتي وإن كنا بنعاني من قريب هنا يا بسمة وقفوا وقفوا هناك يا خد بسمة أقول إني سعيدة وفخورة لوجودي هنا لأول مرة مقامة مهرجان للسينما الأفريقية فكرة حلوة جدا ومهمة جدا. مصر بتميزها إن هي دولة أفريقية دولة بحر متوسطية دولة من دول شمال أفريقيا. مصر بلد سنترال جدا وحلو إنه يبقى فيه زي ما في اسكندرية مهرجان أفلام البحر المتوسط في الأقصر اللي هي بوابتنا على إفريقيا مهرجان السينما الأفريقية في أسوان لسه راجعين من مهرجان من سينما أفلام مهرجان سينما أفلام المرأة. أنا سعيدة غير طبعا مهرجان القاهرة السينمائي بتاعنا ومهرجان الجونة يعني أنا سعيدة والواحد بيبقى فخور وهو بيشارك في مهرجانات أنا شايف بس مهتمية والله يعني أنا قلت بيشارك في مهرجان أسوان ومهرجان المرأة وتعب ومجهود وعلى رغم من ذلك برضه جيت الأقصر وخريت إن دي تحضر الافتتاح بتشارك معاهم على قد ما التجربة في أسوان كانت مرهقة لكن كانت جميلة وممتعة.